أسعد الله مساكم بكل الخير. موجز الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني المحدد. وخلال اجتماعه بالقائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والكهرباء، وجه الرئيس بضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الكهرباء وفقا للبرامج الزمنية المحددة. وفيما له علاقة بإنشاء الجامعات الخاصة الجديدة في مصر، شدد الرئيس على أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات للتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية، وذلك لتقديم أرقى مستوى تعليمي جامعي. واستعرض الاجتماع خطة الحكومة للتنمية الشاملة في سيناء. دعا البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي للمجتمع الدولي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. واعتبر البيان القرار الأمريكي بحق القدس إعلانا بانسحابها من دورها كراع للسلام، كما أنه يغذي التطرف والإرهاب في المنطقة. كما هدد البيان بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حال لم يتحرك مجلس الأمن تجاه القضية. كما وصف البيان القرار الأمريكي بالباطل وغير المسؤول. أعربت مصر عن استنكارها القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية بشأن القدس. وأوضح وزير الخارجية سامح شكري في كلمته التي ألقاها أمام القمة الإسلامية الطارئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق أي تسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا على أساس حل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السعودية ستقدم 100 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 30 مليونا للقوى المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات الجهادية في مالي والبلدان المجاورة. شكرا لكم، في أمان الله.